بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي بناتي الطلبة الطالبات، حضرات المتابعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله بنتكلم عن موضوع جديد اللي هو القيم والمتوسطات، إيه الخاص بالوراثة الكمية. هنبتدي نتكلم عن مفهوم القيمة، الفاليو. أولا القيمة عندي بيتم التعبير عنها بالوحدات المترية، الوحدات القياسية المترية التي تقاس بها الصفة نفسها، دي أول حاجة. يبقى بتكلم في طول، يبقى عندي السنتيمتر هو اللي بيعبر لي عن وحدة الطول، أو الوزن يبقى الكيلو جرام أو الجرام هو ده اللي بيعبر لي عن وحدة الوزن. القيمة المظهرية للصفة هي القيمة المشاهدة عندما تقاس الصفة على الفرد، بمعنى أنا عندي صفة وراثية ليها مظهر، ولتكن صفة الطول، فأنا عندي طويل جدا، عندي متوسط الطول، عندي قصير، عندي قزم. هذا المظهر هو ده القيمة المشاهدة، أقدر أصنفه وأقدر أعرف الأعداد بتاعت الأفراد اللي أطولها مثلا 160 سنتي، 170 سنتي، 180 سنتي، وهكذا. خلاص، فهي القيمة المظهرية هنا هي القيمة المشاهدة عندما تقاس الصفة على الفرد، أقدر أقيسها على الفرد نفسه. بتقسم القيم المظهرية إلى مكونات يمكن إرجاعها لأسباب مختلفة. طيب القيمة المظهرية هرمز لها برمز P اللي هي الفينوتايب أو الطرز المظهري. بتقسم إلى مكونات، هذه المكونات بيكون اللي بيأثر فيها التركيب الوراثي والبيئة، دي أول معادلة بتقابلنا بتقول فيها إن الشكل المظهري للصفة بتساوي التأثير الوراثي اللي هو الجي زائد التأثير البيئي اللي هو الإي. وبالتالي طالما بقول التأثير الوراثي ده عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة من الجينات المتحكمة أو المحددة التي يملكها الفرد وبتأثر لي في الصفة. الإي بتمثل لي جميع الانحرافات الغير وراثية اللي بتأثر على الشكل المظهري للصفة. فعندما تكون قيمة الانحراف البيئي في عشيرة بتساوي صفر، معنى الكلام ايه؟ ان الصفة الوراثية دي الموجودة في العشيرة عندي دي بيتحكم فيها الوراثة فقط والبيئة ليس لها دخل فيها. عرفت منين الكلام ده؟ او استدللت الكلام ده منين؟ استدللت عليه من ان المعلومة اللي بتقول لي ان قيمة متوسط الانحراف البيئي عن العشيرة بتساوي صفر، يبقى قيمة الاي هنا بتساوي صفر، يبقى في الحالة دي البي هتكون راجعة فقط الى الجي، وبالتالي هيكون متوسط القيمة المظهرية بيساوي متوسط القيمة الوراثية. طيب عندما تكون البيئة ثابتة من جيل إلى جيل فإن متوسط العشيرة سيظل ثابت، وذلك في غياب التغير الوراثي. من الناحية النظرية بيمكن قياس القيمة الوراثية للصفة في عدد من الأفراد لما بيكون متوسط انحرافهم البيئي بيساوي صفر، بيبقى راجع الصفة بتاعتي للوراثة، الكلام اللي احنا قلناه في الشريحة اللي فاتت. بلاقي المتوسط بتاع القيم المظهرية لهذه الأفراد بيساوي القيم الخاصة بالتركيب الوراثي للأفراد اللي شايلة هذه الصفة. من الناحية العملية هذا الكلام لا يتم تحقيقه إلا في حالة إذا اهتمينا بموقع وراثي واحد فقط اللي بيكون مشارك في تكوين الصفة الوراثية، وان الصفة الوراثية كمان بتكون مميزة مظهريا، اقدر اميز شكلها المظهري بشكل كبير، او ان التركيب الوراثية بتكون موجودة في سلالة مربعة تربية داخلية لفترة طويلة. طالما ان في تربية داخلية لفترة طويلة جدا من الزمن ده بيؤدي الى انخفاض نسبة الخليط في العشيرة بتاعتي. طيب عندي السكيل اللي زي ما انتم شايفين كده قدام حضراتكم، انا عندي التركيب الوراثية ثلاث أنواع من التركيب. التركيب الأولاني A1A1، التركيب المقابل لي A2A2، وعندي مجموعة الأفراد الخليطة اللي هي A1A2. موقع الأفراد ديت على السكيل، تمام، بلاقي إنه قد يكون في الوضع بتاعنا هنا هو في المثال بتاعنا هنا هو قريب من A1A1 لكنه لا ينطبق عليه، وبالتالي فهو له قيمة. ايضا يبتعد عن المتوسط بتاع العشيرة
المتوسط ده محسوب ازاي؟ ان هو محسوب اللي هي المسافة ما بين التركيبين الوراثيين دولت، اللي هو A1 A1 و A2 A2. وبالتالي هعبر عن التركيب الوراثي بقيم وراثية. القيمة الوراثية هرمز بيها A+ للأفراد اللي تركبها A1 A1، وهرمز للأفراد اللي تركبها A2 A2 بماينس A، والأفراد اللي هي A1 A2 هتبقى D. وبعدين موقع الأفراد اللي هي D ديت اللي هيحددها لي درجة السيادة ما بين الـ A1 والـ A2. فزي ما شايفين كده حضراتكم في الجدول اللي قدامنا دوت، إن لو الاتجاه السيادة بتاعي لصالح الـ A1، ففي الحالة ديت هتكون قيمة الـ D أكبر من الزيرو أصغر من الـ A+. ده الكلام ده لو ماشية في اتجاه السيادة لصالح الـ A1. أما إذا كانت اتجاه السيادة لصالح الـ A2، ففي الحالة ديت قيمة الدي هتكون أقل من الزيرو وأكبر من الماينس إيه. طب الزيرو دي مش زيرو، مش كقيمة زيرو، لا هي بيشار إليها لقيمة المتوسط، يعني هي قيمة مش صفر، هي قيمة خلاص، لكن هرمز لها نوت إنها صفر، إنها بتتوسط الإيه القيم بتاعة الـ A1 A1 والـ A2 A2. وبالتالي زي ما بقول كده، لو عندي حالة انعدام سيادة يبقى في الحالة دي A1 هيساوي A2، يبقى في الحالة دي D هتساوي القيمة المتوسطة هنا اللي هي برمز لها برمز زيرو. لو في عندي سيادة تامة لصالح الـ A1، سيادة تامة يعني بيأثر بتأثير نسبة 100% وبيخفي أثر القليل التاني، في الحالة ديت قيمة الـD هتساوي A+ أو بالموجب الـ A بالموجب. في حالة ان تكون السيادة عندي لصالح الـ A2، يبقى في الحالة دي الـ D هتساوي ناقص A. طيب عندي بقى سيادة فوقية، يعني ان الـ A1 A2 ده اظهر مظهر متفوق اكتر من الـ A1 A1، يبقى في الحالة ديت هتبقى قيمة الـ D خارج السكيل بتاعي بس في اتجاه الـ A1 A1، بمعنى ان الـ D هتبقى اكبر من بلس A. طيب لو الناحية التانية، لو قيمة الدي في عندي سيادة فوقية أعلى من الـ A2، يبقى قيمة الدي في الحالة دي هتبقى بره السكيل أيضا بس من جهة الـ A2 A2، يبقى في الحالة دي الدي هتبقى أصغر من الماينس زيرو. طبعا عن السكيل زي ما حضراتكم عارفين إن القيم السلبة كل ما تقرب من القيمة الوسط أو الصفر يعني بتبقى أكبر من القيم البعيدة، يعني ناقص واحد أكبر من ناقص اتنين أكبر من ناقص تلاتة أكبر من ناقص أربعة وهكذا. بناء على هذا الكلام هتبقى قيمة الدي أقل من ناقص من ناقص إيه، هتبقى قيمة الدي أقل من ناقص إيه. خلاصة الجدول ده يبقى هعبر عن درجة السيادة بالكسر اللي هو دي مقسوم على إيه، بعبر عنها بالدي مقسومة على إيه. هنشوف دلوقتي مثال توضيحي للكلام اللي احنا ذكرناه. عندي صفة الوزن المنخفض في الفئران بيرمز لها بالرمز بي جي. وجد ان عند عمر 6 أسابيع قدرنا نحصر 3 فئات من الاوزان. الفئة الاولى اللي هي السائد النقي اللي هو بلس بلس، كانت الاوزان بتاعتهم 14 جرام. الفئة التانية اللي هي الخليطة البلس بي جي كانت 12 جرام. الفئة الثالثة اللي هي المتنحية بي جي بي جي كانت 6 جرام. لما حطينا القيم بتاعتنا دي على السكيل اتوزعت كالتالي: 14 للسائد النقي و6 للمتنحي. وعشان نحسب القيمة المتوسطة بتاعتنا اللي هي بتمثلها لي بالرمز زيرو، فهي عبارة عن ايه؟ عبارة عن 14 + 6 هتساوي 20، هقسمها على 2 فهتطلع عندي القيمة المتوسطة بتاعتي ب10. وبالتالي هلاقي ان الافراد الخليطة بتبعد عن القيمة المتوسطة بمقدار 2 لانها قيمتها 12. ايضا الافراد اللي هي المتنحية بتبعد عن قيمة المتوسط بمقدار 4. طيب عندي متوسط العشيرة
او نصب بالرمز ميو او ام هو متوسط القيمة المظهرية بالنسبة للصفر. هفترض ان التكرار الجيني للعامل A1 هو P، التكرار الجيني للعامل A2 هو Q. فنشوف كده في الجدول الاولاني اي التركيب الوراثي A1 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 A2 A2 A2، وعندي الفريكوانسي بتاعي او التكرار اللي هو بتاع هذه التركيب. فهيبقى A1 A1 كتركيب وراثي تكراره هيبقى بي سكوير، التركيب A1 A2 تكراره هيبقى 2 بي كيو، ال A2 A2 هيبقى تكراره كيو سكوير. والقيمة الوراثية اللي هي ال V هي عبارة عن بلس A بالنسبة ل A1 A1 و D ل A1 A2 و ماينس A لل A2 A2. هضرب التكرار في القيمة الوراثية، ففي الحالة دي هتبقى B سكوير A بالنسبة للفئة الأولى، 2 بي كيو دي للفئة الثانية، ناقص كيو سكوير A للفئة الثالثة. هجمع اللي حصلت عليه، مجموع F مضروبة في V اللي هو القيمة في التكرار هيبقى المجموع بتاعهم، بيساوي ايه؟ بيساوي بي سكوير A زائد 2 بي كيو دي ناقص كيو سكوير A. هعيد ترتيب الفئات بتاعتي، فهيبقى بيساوي بي سكوير A ناقص كيو سكوير A زائد 2 بي كيو دي. يبقى الكلام ده هيساوي، هخرج عامل مشترك اللي ياخده عامل مشترك، فهيبقى بي سكوير ناقص كيو سكوير تتفك الى بي ناقص كيو الكل سكوير. في الحالة دي بقت فرق بين مربعين، افكها هتبقى ايه؟ مضروبة في بي ناقص كيو مضروبة في بي زائد كيو زائد 2 بي كيو دي. طيب انا عندي قاعدة اتكلمنا عنها قبل كده، قلنا ان البي زائد الكيو هتساوي واحد، يبقى في الحالة ديت هذه القيمة هتساوي واحد. اذا الميو هنا هي متوسط القيمة الوراثية، وهي نفسها ايضا متوسط القيمة المظهرية. ليه؟ لان ما عنديش تأثير بي، التأثير بي بتاع بيساوي صفر. يبقى هنا هو متوسط مظهر الصفة بيساوي متوسط القيمة الوراثية بشكل مباشر. عظيم. نرجع بقى هنا هو مرجوعنا لحاجة تانية، هنبص نقط في الجدول المقابل. عندي درجة السيادة، انا قلت ان دي موقعها على السكيل بيحدد لي درجة السيادة. فاول حاجة لو الـ A1 بيساوي الـ A2، يعني حالة انعدام سيادة، يبقى في الحالة دي قيمة دي هتساوي صفر، ليس لها قيمة، هتساوي صفر. اذا قيمة الميو اللي هو متوسط القيمة المظهرية للصفة هيساوي ايه؟ هعوض في المعادلة اللي احنا حصلنا عليها، فهتساوي A مضروبة في 1 ناقص 2 كيو. اعتمادا على ايه؟ اعتمادا على ايضا المعادلة اللي بتقول بي زائد كيو بتساوي واحد، دي هستخدمها ايضا، هعوض عن قيمة البي بواحد ناقص كيو. هيطلع عندي في النهاية ان الميو بتساوي A مضروبة في 1 ناقص 2 كيو. معنى هذا الكلام ان قيمة الميو، قيمة متوسط القيمة المظهرية، بيتناسب طرديا مع التكرار الجيني. نشوف حالة السيادة التامة لصالح الـ A1، يبقى الـ A1 سائد على الـ A2. في الحالة ديت الـ D هتساوي الـ A. هنعوض برضو في المعادلة السابقة، هلاقي قيمة الميو بتساوي A مضروبة في 1 ناقص 2 كيو سكوير. معنى هذا الكلام إن قيمة الميو تتناسب طرديا مع مربع التكرار الجيني. طيب نشوف حالة فوق السيادة عن A1 A1، يبقى كده الدي قيمتها خارج السكيل بتاعنا اللي احنا ذكرناه قبل كده. معنى الكلام ان دي قيمتها اكبر من قيمة الاي. في الحالة دي هتطلع عند قيمة الميو بتساوي 2 بي في 1 زائد دي كيو. طيب لما تبقى في عندي فوق سيادة عن الاي 2 الاي 2 اي 2، في الحالة دي قيمة الدي اقل من ماينس A،
هتبقى قيمة الميو بتساوي 2 كيو مضروبة في ناقص A زائد D B. هناخد مثال توضيحي، الأثر الذي يحدثه الجين على المتوسط العشري بيأثر ازاي؟ هنشوف دلوقتي في المثال دوت. المثال السابق اللي احنا ذكرناه في الشريحة السابقة هنتكلم عليه برضه، هو اللي هو الوزن المنخفض للفئران، فكانت القيم زي ما هي زي ما كانت مذكورة هناك 14 و12 و6، وقيمة الانحراف عن المتوسط اللي احنا حاسبينها اللي هي الام او الميو بتساوي A في B ناقص Q زائد 2 BQ D اللي احنا حسبناها في الشريحة اللي فاتت على طول. خلاص الميو هي الام برضو بتمثل لي هنا قيمة الانحراف عن المتوسط، قيمة المتوسط اللي هي الزيرو هنا، الزيرو هنا ليس قيمة ولكن رمز، قيمة الزيرو في المثال بتاعنا هنا هو بتساوي 10، فالميو في الحالة ديت او الام بتمثل لي مقدار الانحراف بتاع الافراد عن المتوسط، عن قيمة المتوسط، وعندي الكيو بتساوي 1/10، ده التكرار الجيني، يبقى البي 9/10. ادي جمعت انا عندي القيم بتاعتي اهيت في الجنب، البي بتساوي 9/10، الكيو 1/10، الاي ب4، والدي ب2. هعوض في القانون بتاعي فهيبقى الام بتساوي 4 مضروبه في 9/10 ناقص 1/10 زائد 2 في 9/10 في 1/10 في 2. الكلام ده في النهايه هيساوي تطلع القيمه بتاعتي 3.56%. التلاتة ستة وخمسين من مية ديت هي مقدار الانحراف عن قيمة المتوسط بتاع العشيرة بتاعتي. ففي الحالة ديت هتبقى قيمة المتوسط بتاعة الأفراد اللي هي الخليطة، بالتالي هتبقى قيمة الانحراف عندي مقدارها 3.56%. فالقيمة دي هي محسوبة من نقطة الأصل اللي هي بتاعتي اللي هي 10، اللي هي بتساوي 10 هنا اهوت اللي هي المتوسط بتاعي. فتكون القيمه الحقيقيه للمتوسط في الحاله دي هتبقى 13.56%. طيب انا ده الكلام ده بالنسبه لزوج واحد من العوامل الوراثيه. لما ادرس اكتر من زوج من العوامل بيبقى في اكتر من جين مسؤول عن الصفه بيساهم بقدر فيها، يبقى التاثير بتاعي اديتيف، يعني تاثير اضافي او تاثير تراكمي. في المثال بتاعنا هنا اهوت لو قلت عندي مثلا A1 A1 B1 B1 القيم بتاعتهم هتبقى A و AB، دي القيم الوراثية. في الحالة ديت لما اجي احسب المتوسط بتاعي او قيمة الانحراف بتاعتي هتطلع عندي المعادلة اللي هي بالشكل اللي قدام حضراتكم دوت، اللي هي summation A في B ناقص Q زائد 2 summation B DQ. الكلام ده بيحصل امتى؟ في حالة غياب السيادة الفوقية اللي احنا قلناها ان يبقى فيه الافراد الخليطة تتفوق على احد الافراد، دي مش موجودة خالص، وبالتالي فهتبقى القيم بتاعتي القيم الوراثية بتاعتي هتبقى عبارة عن ايه؟ هتبقى عبارة عن summation A plus و summation A minus. ايضا المنطقة الزيرو اللي هي بتمثل لي المتوسط بتاعي هلاقيها هي مش هتتغير، القيمة بتاعتها اللي هي بتاعت الزيرو ديت مش هتتغير لو درست كل عامل مستقل على حد. يبقى خلاصة الكلام، لو درست العوامل المجتمعة مع بعض اللي بيساهم لي فيها كل عامل بقدر للصفة، هو موضع المنطقة زيرو مش هيتغير لو درست كل عامل مستقل على حدة. هنأكد الكلام ده ازاي؟ هنأكده بالمثال اللي قدام حضراتكم دوت. لون الفراق في الفيران بيتحكم فيه زوجين من العوامل الوراثية، هو البي مسؤول عن اللون البني والسي اي مسؤول عن درجة اللون، او بمعنى اخر تركيز صبغة الميلانين اللي موجودة في الخلايا بتاعت الفراق بتاعت الفئران. العلاقة ما بين الاليلين لكل زوج علاقة سيادة تامة، يعني البي كابتل سائد على البي سمول والسي كابتل سائد على السي اي. تم اخذ القياسات على اساس عدد حبيبات الميلانين لكل وحدة حجمية من الشعر لأربع تراكيب وراثية كما هو مبين في الجدول التالي. عندي المجموعة سي داش والمجموعة سي سمول سي سمول، وعندي المجموعة بي داش وعندي البي سمول بي سمول. التقاء هذه التراكيب مع بعضها طلعت عندي الأشكال المظهرية المختلفة اللي هي 95 عبارة عن سي داش بي داش، و 90 للافراد سي داش بي سمول بي سمول،
وبالتالي القيمة بتاعت ال 2A بالنسبة للعامل B بتساوي 5، اللي هو مقدار الفرق ما بين الاثنين، 95 ناقص 90 فبتساوي 5. بالنسبة لالتقاء ال C small C small مع ال B داش طلع عندي 38، والتقاء C small C small مع ال B small B small طلع 34. وبالتالي أصبحت قيمة ال 2A بالنسبة للعامل B بتساوي كام؟ بتساوي 4. بالنسبة للأعمدة هتمثل لي القيمة بتاعت ال 2A لل C للعامل التاني، فهو برضو مقدار الفرق ما بين القيمتين اللي هي 95 ناقص 38 هتطلع 57، وال 90 ناقص 34 هتطلع 56. بالنسبة لـ 2A، ليه قلنا 2A؟ عشان دي أفراد متماثلة التركيب. وبالتالي بنلاحظ حاجة مهمة جدا، بنلاحظ إن مقدار الفرق ما بين الـ B كابيتال داش والـ B سمول بي سمول هو مقدار الفرق ما بين الاتنين دولت، اللي هي 4 ناقص 5 بيساوي 1. طيب تعالى بالنسبة الـ C داش والـ C سمول C سمول، اللي هو 57 ناقص 56 برضو بيساوي 1، يبقى نفس الكلام، يبقى هو الفرق ده ثابت سواء كان في حالة الصفوف او في حالة الاعمدة، حيث ان البي سمول بي سمول يقل عن البي كابتل بمقدار 5 وحدات، ويقل السي سمول سي سمول عن السي كابتل داش بمقدار 57 وحدة. بناء على هذا فالتركيب بي سمول بي سمول سي سمول سي سمول قيمته تكون منخفضة عن طراز البري بمقدار 57 زائد 5 هيساوي 62، ويكون الفرق ما بين قيمة الفرد البري اللي هو سي كابتل داش بي كابتل بي كابتل اللي هو 95 مطروح منه ال 62 اللي احنا حاسبينها من شوية، فهيطلع المقدار ده بيساوي 33، اي بفارق وحدة واحدة فقط عن قيمة التركيب المتنحي اللي هو 34، وهذا الفرق لا يعتد به. قيمة البي سمول بي سمول سي سمول سي سمول هتنخفض عن قيمة الطراز البري بمقدار قد ايه؟ بمقدار 57 هضيف عليهم الخمسة اللي هما الاثنين دولت، يبقى بيساوي 62. وبالتالي اطرح هذه القيمة بتاعت 57 زائد الخمسة اللي هي 62، اطرح 62 من القيمة الكلية بتاعت الافراد بي كابتل بي كابتل سي كابتل سي كابتل اللي هي 95، هيطلع عندي 33. ال 33 ديت بتمثل لي قيمة الافراد المتنحية. طب عندي قيمة الافراد المتنحية بتمثل قد ايه اصلا في الجدول؟ بتمثل 34، وبالتالي الفرق ما بينهم فرق واحد، ده لا يعتد به، فرق بسيط جدا لا يعتد به. عندي مصطلح تاني اللي هو الافرج افكت، اللي هو الاثر المتوسط للجين. طيب عشان اوضحه وافهمه كويس، انا عندي الابناء بتستلم من ابائها العوامل الوراثية بتاعتها، ما بتستلمش التركيب الوراثي. معنى الكلام ان الاب بينقل لجميطاته عوامله الوراثية، ما بينقلش تركيبه الوراثي بالكامل، العوامل الوراثية بتاعته بتنقل مفردة الى جامطاته، وبعدين لما بيحدث تزاوج بتلتقي الجامطات بيستلم الابن العوامل الوراثية من الاب والعوامل الوراثية من الاب التاني، بيبقى ده هو ده الحصيلة النهائية للتركيب الوراثي. بيظهر عندي مصطلح نوت اسمه القيمة التربوية. لو حبيت ان انا اعرفها، هي عبارة عن القيمة المرتبطة بالجينات التي يحملها الفرد وانتقلت الى ابنائه. يبقى القيمة التربوية دي بتمثل لي قيمة العوامل وليست قيمة التركيب الوراثي، بتمثل لي قيمة العوامل اللي هي اتنقلت من الأب إلى أبنائه. معنى كده إن القيمة دي بعرفها على إنها الأثر المتوسط. ليه؟ لأن الابن بيستلم من أبوه العامل الوراثي وليس تركيبه الوراثي، بيستلم منه العوامل الوراثية وليس تركيب الأب الوراثي، ما بياخدوش منه على بعضه، بياخد منه جزء في صورة العوامل الوراثية، والعوامل الوراثية الأخرى اللي بتكمل له النص التاني بتاعه ياخدها بشكل عشوائي من افراد العشيرة. طيب لو حبيت انا اعرفها بقى هنقول ايه؟ هو قيمة متوسط انحراف قيم الافراد التي استقبلت الليل محدد من احد الابوين بينما الليل الاخر اتى بشكل عشوائي من العشيرة. الكلام ده القيمة دي انحراف متوسط عن ايه؟ عن متوسط العشيرة. تاني بالراحة بنقول ان القيمة التربوية بتاعتي هي قيمة متوسط انحراف قيم الافراد عن متوسط العشيرة. بتمثل لي ايه قيم الافراد ديت؟ بتمثل لي الافراد اللي استقبلت قليل محدد من احد الابوين بينما القليل الاخر المقابل للقليل الاولاني اتى بشكل عشوائي من العشيرة. بمعنى اخر انه اذا كان عدد من الجامطات حاملة العامل A1 وتتوزع بين جامطات العشيرة بشكل عشوائي، فهذا يعني ان متوسط التراكيب الوراثية
سينحرف عن متوسط العشيرة بمقدار تأثير المتوسط الخاص بالجنيطات الحاملة للعامل A1. العلاقة ما بين القيمة الوراثية والأثر المتوسط للجين دي بسميها ايه؟ بسميها ألفا 1. إذا قدرنا نحن نغير جينات من النوع A2 إلى النوع A1 عشوائيا في العشيرة، وتمكننا بعد ذلك من ملاحظة التغير الناتج عن القيمة، فإن هذا التغير سيكون هو الأثر المتوسط لإحلال الجين، وهو بيساوي إيه بقى؟ بيساوي الفرق ما بين الأثر المتوسط للجينين المعنيين في عملية الإحلال. بالأثر المتوسط للجين أو لإحلال الجين بيعتمد على إيه؟ بيعتمد على التكرار الجيني، والأثر المتوسط هو خاصية للعشيرة والجين. مثلا في حالة إحلال العامل المتنحي إيه سمول محل الأليل السائد إيه كابتل، فده بيعني إن الإحلال ده هيؤدي إلى تغيير القيمة فقط عندما يكون الفرد حامل للأليل المتنحي في التركيب إيه كابتل إيه سمول. فهذا الإحلال سيؤدي إلى تحول الـ A capital A small إلى A small A small. أما التركيب A capital A capital فتحوله إلى A capital A small فلن يؤثر على القيمة. ليه؟ لأن الـ A capital سيد على A small. يعني معنى الكلام لو هبدل الـ A capital بالـ A small اللي هيبان أثره فقط الفرد الخليط لما يتحول الـ A capital بتاعه إلى A small. ليه؟ العلاقة سيادة تمام من العاملين. لكن تحول العامل A capital في التركيب A capital A capital إلى A capital A small مش هيأثر، مش هيبان النتيجة بتاعته. ليه؟ لأن الـ A capital أصلا سائد على A small، فمش هيبان الفرق عندي. وعندما يكون تكرار القليل المتنحي A small منخفض سيكون هناك عدد كبير من الأفراد من النوع A capital A capital، ومعظم الأفراد الذين يمكن أن تجرى عليهم عملية الإحلال سيتأثرون بها. بمعنى ان عندي القليل A small ده متنحي وتكراره منخفض في العشيرة، ده هيؤدي الى ايه؟ هيؤدي الى ان الافراد اللي هي تركيبها A capital A capital دي هيكون عددها كبير جدا، والاثر المتوسط للاحلال سيكون صغير عندما يكون التكرار بتاع القليل المتنحي منخفض، وسيكون كبير عندما يكون تكرار القليل المتنحي عالي. يبقى كده في علاقة ايه؟ طردية ما بين الاثر المتوسط للإحلال والتكرار الجيني. لو انخفض التكرار الجيني هينخفض عندي الاثر المتوسط للإحلال، لو ارتفع التكرار الجيني هيرتفع عندي الاثر المتوسط للإحلال. انه تكرار جيني اللي بيخص العامل اللي بيحل محل العامل التاني، يعني في الحالة بتاعتنا نهوت هيخص الاسمول. طيب اذا اتحدت الجامطات التي تحمل العامل A1 عشوائيا مع الجامطات الأخرى في العشيرة، فإن تكرار التركيب الوراثية التي تنتج سيكون B للتركيب الوراثي A1 A1، والتكرار Q للتركيب A2 A2، وتكون القيمة الوراثية للتركيب A1 A1 هي plus A، والقيمة الوراثية للتركيب A1 A2 هي D، ومتوسطها BA زائد QD. وبالتالي هيكون الفرق ما بين القيمة المتوسطة ومتوسط العشيرة هو الأثر المتوسط للعامل A1 اللي هو احنا عبرنا عنه بالرمز ألفا 1. الألفا 1 دي هي الفرق ما بين القيمة المتوسطة ومتوسط الايه؟ العشيرة. وهو نفس الحال مع العامل A2. لما تكون القيمة الوراثية للتركيب A2 A2 هي ناقص A، والقيمة الوراثية للتركيب الخليط هي D، ومتوسطها هو ناقص كيو اي زائد بي دي، فهيكون الفرق بين القيمة المتوسطة ومتوسط العشيرة هو الاثر المتوسط للعامل A2، وهو في الحالة دي هيبقى الفا 2. طيب انا عايز اشوف العلاقة دلوقتي ما بين القيم الوراثية اللي هي الدي والاي والاثر المتوسط للعوامل اللي هو الالفا، سواء كان بقى الفا 1 بالنسبة للعامل A1 او الفا 2 بالنسبة للعامل A2. بصوا كده حضراتكم معايا في الجدول، نوع الجميطة عبارة عن A1 والجميطة المقابلة A2، فإن القيم والتكرارات للتركيب الوراثية الناتجة هتكون عبارة عن إيه؟ زي ما وضح قدام حضراتكم اهوت، أدي هيبقى عندي A1 A1، ده التقاء كده الـ A1 مع الـ A1، جميطة من هنا وجميطة من هنا، فأطلعني التركيب الوراثي دوت اللي هو A1 A1، والقيمة الوراثية بتاعته هي A بالموجب طبعًا، والتكرار هيبقى B. طيب بالنسبة هنا خلي بالك معايا من حاجة، هنا هو مش بي سكوير،
هنا هوت مش بي سكوير، هي بي اللي بتمثل لي ال A1. طيب هذا هوت عندي ال A1 A2 التركيب الثاني ل A1 A2، القيمة الوراثية بتاعتي هي D، والتكرار بيمثل لي موجود بالاثنين A1 هيبقى B و A2 هيبقى Q. بالنسبة لل A2 A2 في الحالة ديت القيمة الوراثية بتاعتي هي عبارة عن ناقص A والتكرار هو Q للـ A2. متوسط قيمة التركيب الوراثي في الحالة ديت هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن BA بالنسبة للـ A1 هيبقى عبارة عن BA زائد QD، يعني ضربت القيمة الوراثية في التكرار يبقى BA زائد QD. وأيضا بالنسبة للـ A2 هيبقى بإشارة سالبة لأن ماينس A موجودة، فيبقى ماينس QA زائد الـ BD. قيمة المتوسط بتاعت العشيرة أو متوسط العشيرة التي يجب طرحها من القيمة بتاعتنا لابد انها تبقى بالناقص، يبقى ناقص، ودي احنا حاسبينها قبل كده، هوت القيمة دي احنا حاسبينها قبل كده بس هضيف لها اشارة ناقص لانها لابد انها تطرح. في الحالة ديت هتبقى ناقص A في B ناقص Q زائد 2 BDQ، وهي نفسها برضو نفس القيمة بالنسبة لمين؟ بالنسبة للA2. فإن الأثر المتوسط للجين اللي هي قيمة ألفا هتبقى بالنسبة لي الـ A1 هسميها ألفا 1، في الحالة دي هطرح القيمتين دول من بعض، ألفا 1 هتساوي Q مضروبة في A زائد D افتح قوس Q ناقص B، وقف القوس الكبير. طب الألفا 2 اللي هي بتمثل لي الـ A2، فألفا 2 هتساوي ناقص B مضروبة في A زائد D افتح قوس Q ناقص B. طيب عشان اوصل للقيمة ديت اوصل لها ازاي؟ بمنتهى البساطة هعمل عملية الطرح. فهنا انا ببين لحضراتكم ان الالفا 1 طلعت قيمتها ازاي. لاحظ معايا ان الـ A ان البي A زائد الكيو دي مطروح منها القيمة بتاعت المتوسط اللي احنا ذاكرينها. هبتدي افك الاقواس والاختصارات في الخطوة هنا هوت، هعوض عن قيمة البي بواحد ناقص كيو، وبالتالي حاضر ان انا احصل على قيم سالبة وقيم موجبة، وبالتالي تختصر مع بعضها وتطلع عندي القيمة النهائية اللي هي مذكورة قدام حضراتكم ديت اللي هي الـ Q مضروبة في A زائد D مضروبة في Q ناقص B. نفس الحال بالنسبة للألفا 2، بطرح قيمة المتوسط من متوسط قيمة التركيب الوراثي للأفراد اللي هم A2 زي الإثبات ما هو قدام حضراتكم كده. الأثر المتوسط لإحلال العامل A1 محل الـ A2 ده ممكن ينتج عن حدوث طفرة، وبالتالي هدرس التركيب الوراثي بتاعي A1 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 A2 A2 A2. ايه اللي هيحصل هنا؟ ان الـ A2 في حالة الأفراد الخليطة هيتحول إلى A1، يعني الـ D هتبقى تروح للـ A. وبالنسبة لي الأفراد المقابلة الناحية التانية، الأفراد اللي هي A2 A2 الـ A2 اللي فيها واحد منهم هيروح لـ A1، فهينتج عندي تغيير ان الناقص A هتروح من القيمة، ما هي دي القيمة الوراثية، هيحصل تغيير في القيمة الوراثية اللي هي الناقص A هتروح للD تبقى لصالح الD. نشوف الكلام ده بمنتهى البساطة كده، ادي القيمة الوراثية بالنسبة لـ A1 A1 هي بلس A، الـ A1 A2 هي الD، الـ A2 A2 هي ماينس A. طيب التكرار احنا عارفينه اللي هو الـ B و B Q و D. هنا البي بتمثل تكرار العامل الواحد، فانا عندي A1 A1 هعتبره كأنه واحد فهيبقى بي، وبالنسبة لـ A1 A2 A1 A2 ممثل كل عامل بتكراره يبقى بي كيو، و A2 A2 هو نسخة واحدة اللي هي A2 فهتبقى بي. طيب التغير من الـ A1 A2 إلى A1 A1، لاحظ معايا إن الفرد الخليط اللي هو A1 A2 الليل اللي موجود فيه A2 هيروح يبقى A1، يبقى قيمة الD هتترحل للA، يبقى مقدار التأثير بيساوي A ناقص D، مقدار التأثير اللي حصل هو A ناقص D. طيب الناحية التانية الA2 A2 هيروح لA1 A2، وبالتالي القيمة اللي هي ماينس A هتروح تترحل لمين؟ للدي، فهيبقى مقدار التأثير طالما انا بطرح فناقص ف
في ناقص بزائد، ناقص الناقص بزائد، فهي هتبقى دي زائد A. يبقى الأولانية A ماينس D، التانية هتبقى دي زائد A. طيب تأثير المتوسط الناتج عن إبدال القليل اللي هي قيمة ألفا بقى، الأثر اللي هيحصل عندي نتيجة الإبدال ده إيه اللي هيحصل؟ هبتدي أجمع، فهي عبارة عن البي مضروبة في التأثير اللي هو A ناقص D زائد الكيو مضروبة في التأثير اللي هو دي زائد A. القيمة دي هتتفك عندي، تطلع في النهاية هتبقى عبارة عن إيه؟ هتبقى عبارة عن A زائد D في كيو ناقص B. طب نشوف الكلام ده هنحققه ازاي. بمنتهى البساطة هبتدي افك المعادلة اللي قدامي ديت، فهيبقى بي A مضروبة في D B، ضربت الـ A البي في القوس بتاعها والكيو هضربها في القوس بتاعها، يبقى كيو D زائد كيو A. وابتدي افك، وبعدين هيطلع عندي حدود مختلفة، هيطلع عندي بي A زائد كيو A ناقص دي B زائد كيو D. ابتدي اجمع البي واجمع الكيو واخدهم كعوامل مشتركة، في الحالة دي هيطلع عندي في النهاية هتبقى A مضروبة في V زائد كيو زائد D مضروبة في كيو ناقص B. طب B زائد كيو دي بتساوي ايه؟ بتساوي واحد. يبقى في الحالة ديت هعوض عنها بواحد، يبقى اصبحت عندي A زائد D مضروبة في كيو ناقص B. هي دي القيمة النهائية لتأثير المتوسط الناتج عن ابدال القليل الفا. يبقى هنا قيمة الالفا زي ما طلعناها كده بتساوي A زائد D كيو ناقص B. طب انا عندي قيمة الفا الكلية بتساوي الفا 1 ناقص الفا 2. الفا 1 احنا حاسبينها في الشريحة اللي فاتت، والفا 2 حاسبينها برضه في الشريحة اللي فاتت، فهتبقى الفا 1 اللي هي بتساوي كيو A زائد D مضروبة في كيو ناقص B، مطروح منها قيمة الالفا 2 اللي هي ناقص افتح قوس ناقص B افتح قوس تاني A زائد D كيو ناقص B واقفل الاقواس. هنعمل عملية الاختصارات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده، هيطلع عندي في النهاية قيمة الفا بتساوي ايه؟ بتساوي A زائد D في كيو ناقص B. يبقى احنا حاسبينها اولا، حسبناها بشكل مباشر، يبقى احنا حسبنا الالفا هنا هوت بمدلول القيم الوراثية الـ A والـ D اللي هي موجودة عند حضراتكم هنا في الجدول، وحسبناها مرة تانية من قيم الالفا 1 والالفا 2، فطلعت القيمتين متساويتين، اكيد طبعا لازم تبقى متساويتين. اذا الفا 1 ممكن بمعرفة الفا العامة، فالفا 1 بتساوي كيو الفا، والفا 2 هتساوي ناقص B الفا. طيب نعمل مثال توضيحي. المثال انا حطيته تاني اهوت عشان التذكرة بس، اللي احنا كنا ذكرناه في الاول بتاع الوزن بتاع الفئران. عندي التكرار الجيني بتاعي كيو بتساوي 1/10، وقيمة الالفا عايز احسبها، يبقى الفا هتساوي A زائد D في كيو ناقص B، الA ب4 والD ب2 احنا حاسبينهم في المثال الاولاني، مضروبة في 1/10 ناقص 9/10، فالكلام ده هيساوي 4 زائد ناقص 1.6، يبقى كده هتساوي 2.4 اللي هو قيمة تأثير المتوسط لإبدال الجين. لو عندي التكرار الجيني كيو بيساوي 4/10، ده حالة تانية، فهيبقى عندي الألفا بتساوي ايه؟ هتساوي في الآخر 3.6. هحسب الألفا 1 والألفا 2 اللي هي ألفا 1 بتساوي كيو ألفا، وألفا 2 بتساوي ناقص بي ألفا. يبقى في النهاية هيبقى تأثير الألفا 1 في الحالة ديت هحسبه، يطلع عندي في حالة التكرار الجيني بتاعي 24%، والالفا 2 هيبقى 2.16. الفا بتساوي الفا 1 ناقص الفا 2، يبقى هتساوي 2.4. طب في حالة الكيو بتساوي 4/10، يبقى قيمة تأثير المتوسط لالفا 1 اللي هي 1.44، الالفا 2 ناقص 2.16، الفرق ما بينهم اللي هو بيساوي 3.6 اللي هي قيمة الالفا. من المثال ده بيتضح ايه؟ بيتضح ان قيمة الاثر المتوسط للعوامل بتزداد بقيمة التكرار الجيني. لاحظ معايا كده، لما كانت قيمة الكيوب 1/10 كانت الالفا بتساوي 2.4 اللي هو الاثر المتوسط بيساوي 2.4. طب لما كانت كيوب بتساوي 4/10 زاد عندي قيمة الالفا بقت 3.6. يبقى معنى الكلام ان كل ما يزداد قيمة التكرار الجيني هتزداد مع قيمة الاثر المتوسط للعوامل. نيجي لمصطلح تاني اسمه القيمة التربوية، ودي اللي احنا اتكلمنا فيها في الاول. بقول ان القيمة التربوية هي تحديد قيمة الفرد من خلال متوسط قيمة ابنائه. ازاي الكلام ده؟ احنا قايلين من شوية ان الابن بيستلم من ابوه عامل وراثي، ولكن لا يستلم منه تركيب وراثي،
يعني الاب تركيبه ايه كابيتال ايه كابيتال، الابن بياخد منه ايه كابيتال واحده بس، والايه كابيتال الثانيه او العامل الثاني المقابل بيجي له من العشيره بشكل عشوائي. اذا فالقيمه التربويه على العكس من اثر المتوسط يمكن قياسها، حيث انه اذا تزاوج فرد عشوائيا مع مجموعه من افراد العشيره فان القيمه التربويه لهذا الفرد هتساوي ضعف متوسط انحراف الابناء عن متوسط العشيره. سبب مضاعفه الانحراف ليه؟ ان الاب موضع الدراسه بيعطي فقط نصف جيناته للنسل بتاعه، بينما النصف الاخر من الجينات اللي بيستلمها الابناء بيجي بشكل عشوائي من العشيره. بيتم التعبير عن القيمه التربويه بوحدات مطلقه، الا انه يمكن التعبير عنها في صوره انحراف عن متوسط العشيره، ولا بد من تحديد مواصفات العشيره التي تتزاوج فيما بينها لتحديد القيمه التربويه. يبقى لابد ان التزاوج عندي يبقى عشوائي، ولابد ان انا احدد مواصفات العشيره عشان اقدر احدد قيمه ايه القيمه التربويه. اذا عرفت القيمه التربويه للفرد بدلاله الاثر المتوسط فانها عباره عن ايه؟ عباره عن مجموع الاثر المتوسط للجينات التي يحملها الفرد مع اجراء الجمع لكل زوج من الاليلات في كل موقع وراثي وعبر كل المواقع، وعلى ذلك فان النسبه لموقع وراثي واحد به اليلان يكون قيمه تربويه له كالتالي. بص كده معايا، عندي التركيب الوراثي A1A1، التركيب الوراثي A1A2، التركيب الوراثي A2A2. القيمة التربوية للـ A1A1 هي عبارة عن 2 ألفا 1، يعني بتساوي 2 كيو ألفا، هعبر عنها بقيمة ألفا الكلية هنا. طب ليه 2؟ زي ما قلنا إن هو القيمة التربوية بتساوي ضعف المتوسط بتاع القيم اللي مستلمها الأبناء من الآباء. عندي هنا هوت A1A2 هتبقى ألفا 1 زائد ألفا 2، يبقى في الحالة دي القيمة هتساوي كيو ناقص بي في ألفا. بالنسبة لـ A2A2 هتبقى 2 ألفا 2 يعني ناقص 2 بي ألفا. طيب من المثال السابق اللي احنا قلناه، انا عندي حالتين، الحالة الاولانية ذكرنا فيها ان التكرار الجيني كيوب 1/10، والحالة التانية قلنا ان التكرار الجيني فيها 4/10. هنطبق نفس الكلام عشان احسب القيمة التربوية هنا. فعندي الـ A بـ4 والـ D بـ2، الميو بـ13 56% محسوبة من الأول، ألفا 1 بـ24% أيضا حاسبينها، ألفا 2 بناقص 2.16%، الألفا الكلية بتساوي 2.4. نفس الكلام بالنسبة للتكرار الجيني في حالة 4/10 و6/10. طيب أنا عندي الحالة الأولانية الكيو بتساوي 1/10، وعندي قيمة الميو بتساوي 13.56%، وعندي التركيب الوراثية بتاعتي. إذا قيمة القيمة التربوية هعوض بقى عشان احسب القيمة التربوية بتاعتي اللي هي 2 كيو الفا، في الحالة دي بتساوي 48%، بالنسبة لما يكون عندي تكرار الجيني بـ1/10. 48% ديت بالنسبة للافراد اللي هي بلس بلس. بالنسبة للافراد الخليطة هتبقى بناقص 1.92%، بالنسبة للافراد المتنحية هتبقى بناقص 4.32%. في حالة التكرار الجيني كيو بتساوي 4/10، هتبقى المتوسط بتاعي 11.76%، وبعدين القيمة التربوية بالنسبة للأفراد النقية السائدة هتبقى 2.88%، الأفراد الخليطة ناقص 72%، الأفراد المتنحية ناقص 4.32%. طيب أنا هنا جايب القيم دي إزاي؟ أهو هنا في الحل جايبها. بص معايا كده خطوة خطوة وبإذن الله هتبقى الأمور سهلة. الألفا 1 القانون بتاعها احنا ذكرناه، والألفا 2 أهو، هعوض عن القيم الموجودة عندي من الجدول اللي موجود قدام حضراتكم، قيمة الكيوب 1/10، وقيمة الإيه بـ4، وقيمة الدي بـ2، وبالتكرار الجيني. فطلعت عندي في النهاية قيمة الألفا 1 بتساوي 24%. بعد كده هوت الألفا 2 هتطلع عندي قيمة الألفا 2 بكام؟ بناقص 2.16%، اللي هم موجودين عندي القيم دي في الجدول اهوت. طيب قيمة الألفا العام بتساوي كام؟ بتساوي 2.4، اجمع الاثنين مع بعض بيديني قيمة الألفا العام. طبعا جمعت ليه هنا؟ عشان واحد هيقول لي من شوية هيقول لي احنا ذاكرين القانون ان هو ألفا بتساوي ألفا 1 ناقص ألفا 2. ايوه، بس انا عندي قيمة ألفا 2 قيمة سالبة، وبالتالي ناقص في ناقص بزائد، يبقى القيمة هتتجمع يبقى 2.4. القيمة التربوية للتركيب الوراثي A1A1 هيساوي
هعوض عن القيمة التربوية في القانون اللي احنا حاطينه فوق هنا، هتبقى 2 مضروبة في 1/10 في قيمة ألفا اللي هي 2.4، هتساوي 48/100 بالموجب. طيب بالنسبة للـ A1 A2 في الحالة دي هتساوي 1/10 - 9/10 مضروبة في 2.4، نفس قيمة القانون. بالنسبة للقيمة التربوية للـ A2 A2 ناقص 2 مضروبة في 9/10 في 2.4 هتطلع بناقص 4.32. دي القيمة اللي احنا حاسبينها هنا. طب نفس الحال هطبقه بالنسبة للتكرار الجيني الكيو بتساوي 4/10، حاجت في النهاية القيم اللي طلعت بنفس طريقة الحساب اللي انا حسبتها من شوية، هيطلع عندي ان القيمة التربوية للـ A1 A1 بتساوي 2.88 ولل A1 A2 بناقص 72%، وبالنسبة للـ A2 A2 بتساوي بناقص 4.32. يبقى معنى الكلام ان القيمة التربوية للتركيب الوراثي هي عبارة عن مجموع تأثير المتوسط لخلال الأليلين. فإذا أخذنا في الاعتبار جميع المواقع الوراثية، فإن القيمة التربوية لتركيب وراثي محدد تكون محصلة جمع القيم التربوية لكل موقع على حدة. القيمة التربوية في حالة ديزاين هاردي فاينبرج، احنا قلنا حالة ديزاين هاردي فاينبرج ان بي سكوير زائد 2 بي كيو زائد كيو سكوير بتساوي 1، او البي زائد الكيو بتساوي 1، دي حالة الاتزان. معناها بمعنى تاني، بمعنى اخر، ان التكرار الجيني والتكرار الزيجوتي بيظلوا ثابتين من جيل الى جيل ما لم تحدث العوامل اللي احنا ذكرناها في المحاضرة السابقة. لما يبقى عندي العشيرة خاضعة للاتزان الوراثي بتاع هاردي فاينبرج، يبقى في الحالة دي القيمة التربوية لابد انها تساوي صفر، او يمكن التعبير عنها كقيم مطلقة. معنى الكلام ده ايه؟ ان متوسط القيمة التربوية بيساوي متوسط قيم التراكيب الوراثية، يعني هيساوي متوسط القيمة المظهرية. لاحظ معايا ان انا من اول اللقاء بقول ان مفيش تأثير للبيئة، تأثير البيئة صفر، وبالتالي القيمة المظهرية بتساوي القيمة الوراثية، البي بتساوي الجي بشكل مباشر. يبقى حاصل جمع، افتح قوس، القيمة التربوية في التكرار التركيب الوراثية بيعبر عنه كانحراف عن متوسط العشيرة، وفي الحالة دي هيساوي صفر. طب اثبت الكلام ده ازاي؟ بمنتهى البساطة بص معايا كده الجدول، انا عندي التركيب الوراثي وعندي التكرار الزيجوتي وعندي القيمة التربوية. التركيب الوراثي هو A1A1 A1A2 A2A2. التكرار الزيجوتي بتاعي هو بي سكوير 2 بي كيو كيو سكوير. طب القيمة التربوية اللي احنا حسبناها في الشريحة اللي فاتت اللي هي بالنسبة للـ A1A1 هي بلس 2 كيو ألفا، وهي كيو ناقص بي مضروبة في ألفا، وهي أيضا ناقص 2 بي ألفا. طبعا ده تبع لكل تركيب خاص بيه، يعني الـ A1A2 أو الـ A2A2 المفروض هنا هو هضرب التكرار الزيجوتي في القيمة التربوية بتاعته، فهيبقى عبارة عن إيه؟ هيبقى عبارة عن 2 كيو A ألفا بي سكوير. ده بالنسبة للـ A1A1. طب بالنسبة للـ A1A2 هيبقى 2 بي كيو ألفا كيو ناقص بي. بالنسبة للـ A2A2 هيبقى ناقص 2 بي ألفا كيو سكوير. طيب هجمع بقى المفروض الناتج النهائي بتاعي ده أجمعه، فهيبقى عندي 2 بي سكوير كيو سكوير كيو ألفا، 2 بي سكوير كيو ألفا زائد 2 بي كيو ألفا في مضروبة في كيو ناقص بي ناقص 2 كيو سكوير بي ألفا. الكلام ده كله في النهاية هيساوي إيه؟ هيساوي بعد فك الأقواس هيساوي صفر. ليه؟ هيبقى عندي قيمة 2 بي كيو ألفا مضروبة في إيه؟ في بي زائد كيو ناقص بي ناقص كيو. اللي داخل القوس ده كله هيروح مع بعضه هيبقى قيمته بصفر، وإذا قيمة 2 بي كيو ألفا هتبقى مضروبة في صفر، في النهاية هتبقى بصفر. يبقى هنا متوسط القيمة التربوية في الحالة دي هيساوي صفر. نيجي للحالة التانية، الانحراف السيادي. زي ما حضراتكم عارفين ان المعادلة الأساسية اللي احنا معتمدين عليها في الشرح بتاعنا بي بتساوي جي زائد اي. احنا قلنا الاي بتساوي صفر، الجي هنا هو التأثير الوراثة. في الحقيقة هو مش تأثير اديتيف فقط، مش تأثير تجمع، ده له مكونات. في الحقيقة التأثير الوراثي او القيمة الوراثية جي ديت هي عبارة عن محصلة
لعدد من العوامل. عندي هنقسمها الاول تقسيم اولي، هي قيمة الـ A زائد الـ D. ايه هي الـ A؟ الـ A ديت هي عبارة عن القيمة التربوية لتركيب وراثي معين. طب الـ D؟ الـ D هنا بتمثل لي تأثير السيادة، وبسميها بإيه؟ بالانحراف السيادي. ينشأ الانحراف السيادي عن وجود علاقة سيادة بين الإلات في الموقع الوراثي الواحد. وفي حالة غياب السيادة فإن القيمة التربوية بتساوي القيمة الوراثية بشكل مباشر. أهو لغينا البيئة، وقلنا إن الـ B بتساوي الـ G. طب الجي هنا قلنا انها بتساوي ايه زائد دي. لو ما فيش علاقة سيادة ما بين العوامل الوراثية فان القيمة التربوية بشكل مباشر هتساوي قيمة الايه؟ قيمة الجي اللي هي القيمة الوراثية. ويتضح الاثر السيادي اذا تمت دراسة كل الليل على حدة دون دراسة الاليل المقابل له في نفس الموقع الوراثي. تتأثر الانحرافات السيادة ايضا بالتكرار الجيني كما هو الحال مع القيمة التربوية والاثر المتوسط الجينات، وتلك الخاصية تعتبر سمة من سمات العشيرة. يبقى أنا عندي الانحراف السيادي بيتأثر بإيه؟ بيتأثر بالتكرار الجيني زيه زي مين؟ زي القيمة التربوية، وأيضا بيتأثر بالأثر المتوسط للجينات. وفي الحقيقة إن هذه التأثيرات بتكون سمة خاصة بالعشيرة، سمة من سمات العشيرة. ناخد مثال توضيحي، هو المثال اللي احنا ذكرينه برضو قبل كده. عندي التكرار الزيجوتي والقيمة الوراثية والقيمة التربوية ثم الانحراف السيادي، عايز احسبه بشوفه بتحسب ازاي عندي. فهو مقدار الفرق ما بين القيمة الوراثية مطروح منها القيمة التربوية، ده هيطلع عندي في الحالة دي الانحراف السيادي. فهي نفس الجدول اللي موجود سابقا لحد القيمة التربوية، هطرح القيمة التربوية من القيمة الوراثية يطلع عندي قيمة الانحراف السيادي. الكلام ده كان في حالة التكرار الجيني اللي هو كيو بتساوي 4/10 والميو بتساوي 11.76%. هو نفس الحال هحسبه بنفس الطريقة برضو لما يبقى عندي تكرار الجيني بواحد من عشرة والميو ب13.56%. طيب العلاقة بين القيم الوراثية والقيم التربوية والانحرافات السيادية، جمعت التلاتة مع بعض عايز اشوف العلاقة ما بينهم عاملة ازاي. فبلاقي ان التركيب الوراثي التركيب الوراثية موجودة على الخط الافقي ممثلة بالتكرارات بتاعتها الـ A1 A1 B سكوير، الـ A1 A2 2 B كيو، الـ A2 A2 بتمثل بممثلة بـ كيو سكوير. وعندي القيم الوراثية ممثلة على المحور الرأسي اللي هي الـ A بلس والـ D والزيرو. طبعا الزيرو دي المقصود بها انها القيمة المتوسطة، مش زيرو يعني صفر لكن ليها قيمة، والـ A ماينس. وبالنسبة للقيمة التربوية فهي محسوبة على الجانب الأيمن وهي بلس 2 كيو سكوير والزيرو وكيو ناقص بي في ألفا وناقص 2 بي ألفا. قيمة ألفا هي ممثلة عندي بالأثر المتوسط اللي هي معناها الأثر المتوسط، بتساوي الفرق بين التراكيب الوراثية A2 A2 و A1 A2 أو بين A1 A2 و A1 A1. احنا عارفين ان قيمة الألفا هي أثر متوسط ابدال الجين. فأنا عندي القيمة الوراثية هي اللي برمز لها بالدوائر الصفراء، والقيمة التربوية هي اللي برمز لها بالدوائر الحمراء. قيمة الانحراف السيادي هي الخطوط المقطعة. المسافة هنا هوت لو تلاحظوا معايا ما بين القيمة الوراثية والقيمة التربوية هي دي المسافة اللي بتمثل لي قيمة الانحراف السيادي. وطبعا اكس هي متوسط العشيرة اللي هي بتقابل الزيرو عندي. التعبير عن الانحراف السيادي بدلالة القيم الوراثية العشوائية الـ A والـ D. هعبر عن الانحراف السيادي ازاي بنفس القيم اللي احنا قلناها اللي هي القيم الوراثية اللي احنا افترضناها. يتم ذلك من خلال طرح القيمة التربوية من القيمة الوراثية، لكن اولا لابد من تحويل القيمة الوراثية الى انحرافات عن متوسط العشيرة. لابد ان نحولها الاول عن ايه؟ في صورة انحرافات. قيم التراكيب الوراثية في نظام الاليلين ومقاسة كانحراف عن متوسط العشيرة. يبقى في الحالة دي أنا عندي معلومات أنا عارفها من الأول إن قيمة متوسط العشيرة هي الميو بتساوي A مضروبة في V ناقص Q زائد 2 دي بي كيو. وعندي الأثر المتوسط لإحلال الجين هو ألفا بيساوي A زائد D مضروبة في Q ناقص B. طيب نشوف الجدول اللي معانا كده. عندي التكرار الزيجوتي وعندي التركيب الوراثي وعندي القيم المعطاة
اللي احنا فرضناها اللي هي الاي والدي والماينس اي. التكرار زي جزء زي ما احنا عارفين ان هو بي سكوير بالنسبه لاي 1 اي 1 وهكذا، والقيم المعطاه. طب تيجي للانحرافات بقى، ايه اللي هيحصل عندي؟ القيمه الوراثيه ايه هتبقى بالنسبه للتركيب الوراثي اي 1 اي 1 هتساوي ايه؟ هتساوي 2 كيو مضروبه في اي ناقص بي دي، وبالنسبه لاي 1 اي 2 هتبقى اي مضروبه في كيو ناقص بي زائد دي في 1 ناقص 2 كيو بي او بي كيو، وبالنسبه لاي 2 اي 2 هتبقى ناقص 2 بي مضروبه في اي زائد كيو دي. طب الالفا بالنسبه لاي 1 اي 1 هتبقى 2 كيو في الفا ناقص كيو دي، وبالنسبه لاي 1 اي 2 هتبقى كيو ناقص بي في الفا زائد 2 بي كيو دي، وبالنسبه لاي 2 اي 2 هتبقى ناقص 2 بي مضروبه في الفا زائد بي دي. طيب القيمه التربويه احنا حاسبينها ومطلعينها قبل كده، هي عباره عن 2 كيو الفا للاي 1 اي 1 الاي 1 اي 2 كيو ناقص بي في الفا، وبالنسبه لاي 2 اي 2 ناقص 2 بي الفا. قيمه الانحراف السياده او قيمه السياده في الحاله ديت هي بتساوي القيمه الوراثيه مطروح منها مين؟ القيمه التربويه. يبقى في الحاله ديت لو انا عايز اطلع قيمه الانحراف السيادي او القيمه السياديه بتاعتي، يبقى هطرح القيمه التربويه الاثنين بي الاثنين كيو الفا من اما من قيمه الانحراف اللي انا حاسبه بالنسبه للاي او بقيمه الفا. يعني عندي احد وسيلتين، اما احسبه بالطريقه الاولانيه من فوق او من الثانيه، وبنفس الكلام بالنسبه لمين؟ لباقي التراكيب الوراثيه. فهتطلع عندي القيمه السياديه بتساوي ناقص كيو سكوير دي بالنسبه لاي 1 اي 1 2 بي كيو دي بالنسبه لاي 1 اي 2 وناقص 2 بي سكوير دي لاي 2 اي 2. نشوف الكلام ده ازاي. ادي الجدول السابق اللي احنا اتكلمنا عنه، وادي القيمه السياديه محسوبه، هبتدي احسبها بالفعل دلوقتي. زي ما قلت لحضراتكم انا هطرح القيمه التربويه اما من القيمه بتاعت الاي او من القيمه بتاعت الفا لكل تركيب وراثي. فانا عندي هقول الانحراف السيادي بيساوي القيمه الوراثيه ناقص القيمه التربويه. طيب 2 كيو في الفا ناقص كيو دي مطروح منها 2 كيو الفا اللي هي الاولانيه دي، الوضع الاولاني. خلاص هيطلع في النهايه بعد الطرح هيطلع عندي بناقص 2 كيو سكوير دي. طب قيمه الاي بتساوي ايه بالنسبه للالفا؟ الاي بتساوي الفا ناقص دي في الكيو ناقص بي، دي اللي هعوض بيها عن قيمه الاي في المعادله الاولانيه، او ان انا استخدم قيم الفا، وفي الحاله دي برضه هتطلع عندي نفس القيمه. هتطلع عندي نفس القيمه. انما لو انا هشتغل بقيم الفا على طول فمفيش مشكله، هعوض وتطلع النتيجه عندي. طيب من الجدول السابق بيبين لي ايه الكلام ده؟ بيبين لي ان الانحرافات السياديه بتعتمد على قيمه الدي. طب لو مفيش دي موجوده يبقى مفيش سياده، وبالتالي هتتساوى القيمة الوراثية مع القيمة التربوية. كلام بسيط جدا اللي احنا بنقوله دلوقتي. وتسمى الأليلات التي لا تظهر سيادة تسمى أحيانا إيه بقى؟ بالعوامل التجمعية، اللي هي بتعمل إضافة للصفة اللي بسميها أديتيف، أي تعمل بشكل تجمعي على زيادة تركيز الصفة الوراثية. ويمكن التحقق من الحقيقة السابقة بضرب الانحراف السيادي في التكرار بالنسبه لكل تركيب وراثي، وجمع حاصل الضرب اللي هيساوي ايه؟ هيساوي قيمه متوسط الانحراف السيادي، وفي الحاله دي هتطلع عندي القيمه بتاعته بصفر. لاحظ معايا، انا الاول هضرب قيمه الانحراف السيادي في التكرار، اهو بقت 2 ناقص 2 كيو سكوير بي سكوير دي زائد 4 بي سكوير كيو سكوير دي ناقص 2 بي سكوير كيو سكوير دي. الكلام ده كله هيساوي صفر، ولا يوجد ارتباط بين الانحراف السيادي والقيمة التربوية وتكرار كل تركيب وراثي، ومجموع حاصل الضرب من هذه العملية لابد ان يساوي صفر. يعني معنى الكلام ان ناقص 4 بي سكوير كيو تكعيب الفا دي زائد 4 بي سكوير كيو سكوير دي الفا مضروبة في كيو ناقص بي زائد 4 بي تكعيب كيو تربيع الفا دي، الكلام ده كله هيساوي بعد الفك، هيبقى في النهاية بداخل القوس حاجات بالناقص وحاجات بالموجب، هيضيعوا مع بعض فهتبقى القيمه بتاعتهم بصفر. يبقى 4 بي سكوير كيو سكوير الفا دي مضروبه في صفر، يبقى الكلام ده كله بيساوي صفر. خلاصه الكلام هنا بنقول ان
مفيش علاقة ما بين التأثير التجمعي للعوامل اللي هو الA والتأثير السيادي اللي هو الD. إذا ما كانش فيه سيادة، يعني مفيش علاقة سيادة ما بين العوامل، يبقى قيمة الD هتساوي زيرو. في الحالة دي هتكون القيمة الوراثية مرجعها فقط إلى التأثير التجمعي للعوامل اللي هو تأثير الأديتيف، الإضافة، تأثير الإضافة فقط للصفة، ومفيش أي تأثير سيادي خالص على هذه الصفة. الانحراف التفاعلي أنا مش هزود فيه، أنا مجرد بس هذكر المعادلة بتاعته عشان الموضوع ميبقاش صعب قوي. الانتر اكشن ديفيجن ده المقصود بيه التفوق، العلاقة ما بين العوامل فيها تفوق، فده مش هيتحقق عندي في حالة زوج واحد من العوامل. ده هيتحقق امتى؟ لما يبقى فيه عندي زوجين من العوامل الوراثية. فطبعا المفروض ان انا بحسب كل الكلام اللي فات ده كله بالنسبة لزوجين من العوامل الوراثية. ففرض عندي العامل A والعامل B، وبالتالي ان القيمة الوراثية هنا بتساوي ايه بقى؟ هتساوي القيمة الوراثية للعامل A زائد القيمة الوراثية للعامل B زائد التفاعل بين الA والB. محصلة هذا المجموع هي القيمة الوراثية الكلية للصفة الوراثية. فإذا اعتبرنا أن الانحراف الناتج عن التفاعل ده مش موجود بيساوي صفر، الكلام ده هيتحقق إمتى؟ لو الصفة بتحكم فيها زوج واحد من العوامل. لكن لو بتحكم فيها زوجين من العوامل هيرجع عندي الموضوع إلى المعادلة التالية ديت، اللي هي إيه بقى؟ اللي هي الجي بتساوي الA زائد الD زائد الI. نفسر معناهم، الجي هي القيمة الوراثية بتساوي التأثير التجمعي زائد التأثير السيادي زائد التأثير الراجع للتفوق. فإذا ما كانش فيه تفوق هيبقى عندي القيمة الانحراف التفاعلي بيساوي صفر، يبقى في الحالة دي جي هتساوي A زائد D. أرجع نفس الكلام للي احنا قلناه من شوية. أنا عارف إن الموضوع تقيل شوية، لكن واحدة واحدة هنفهمه وهيبقى سهل بإذن الله. هأرفق مع الفيديو دوت الاختصارات ورموزها ومعناها، هتسهل علينا ان احنا نفهم المعادلات لما اجي ابص فيها. ارجو تكونوا استفدتوا، مع اطيب تمناتي لكم بالنجاح والتوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.